اعتبرت العملات المشفرة في يوم من الأيام أنها تبشر ببدء حقبة جديدة من التمويل اللامركزي، وفقدت جميع العملات المشفرة من قيمتها، وهبطت بيتكوين أكثر من 30% خلال شهر ضمن سوق هابطة أوسع للعملات المشفرة تغذيها معدلات تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة. فما حقيقة هذا الهبوط وما هي خلفياته؟ أطلع صوت بيروت انترناشنال عليها وبيروت سيتي الخبير الاقتصادي باسل الخطيب. الانهيار اللي شفناه نحن مؤخرا بالفترة الأخيرة بالعملات المشفرة عالميا له ارتباط وثيق بالخطوات اللي عم بيقوم فيها البنك المركزي الأمريكي، خصوصا لجهة رفع الفايدة. وكل ما كان الخطوات يلي عم بيقوم فيها البنك المركزي الأمريكي أعنف مثل هلأ عم بيصير نحن عم نشوفه، كل ما كان هيدا التأثير على العملات المشفرة بتراجعها وهبوطها كمان أعنف. فهيدا الشيء كل ما كان أقوى كل ما كان له أثر قوي أكثر على تراجع العملات المشفرة، لأنه اليوم شو عم بيصير بالعالم؟ يعني لما عم بيرفع هو الفايدة عم بيروحوا الناس المستثمرين بالعملات المشفرة بيتخارجوا من هذه السوق وبروحوا بيحولوا على الدولار. الدولار يلي هو بنفس النهار، يعني انا بدي اقول شغله كمان هون مهمه، انه مش بس تاثير البنك المركزي الامريكي هو اللي عم بيخليها تتراجع على العملات المشفره، في عاملين مهمين. اول عامل هو الخساره او الانهيار يلي شهدته عمله التيرا دولار بهذا الشيء، هذا الانهيار كثير اثر عليها، والانهيار تبع منصة سيلسيوس بتصور بنهار التنين مثلا خسرت 200 مليار دولار بهيدي السوق، وهيدي لأول مرة بينزل سوق العملات المشفرة عن تريليون دولار من شباط 2021. بهيدا النهار نفسه نهار التنين لما كان في هيدا الانهيار كان الدولار بأعلى مستوياته عم يرتفع، فالعالم هون عندها مصلحة انه تتخارج من هيدا السوق وتروح على الدولار الأمريكي لتستثمر فيه، لانه له يعتبر هو ملاذ امن من العملات المشفره واربح. هلا اكيد اليوم ما فينا نقول للعالم ما تستثمروا بالعملات المشفره، ولكن اللي بدنا نوضحه انه بتطوي تحت طياتها مخاطر كثير كبيره بالتداول مثل كل ادوات ومثل كل الاسهم. يعني طالما انه هي في مخاطر بالتداول بهذه العملات لازم العالم ينتبهوا. بعدين هيدا ما انه استثمار للامد القصير، هيدا فور لونج تيرم للأمد الطويل. بالنتيجة هيدي الانهيارات يلي شفناها بالعملات المشفرة مؤخرا بالفترة الأخيرة هي أكبر دليل على أنه التداول بالعملات المشفرة بيخفي بطياته كتير مخاطر ومنه مبني على أسس. هيدي العملات منها مبنية على أسس متينة مثل غيرها من الأسهم والأدوات الموجودة اليوم بالبورصات العالمية وخاضعة على رقابة البنك المركزي الأمريكي والمركز الأوروبي وغيره. وهون لاحظنا نحن انه العالم اول ما شافوا البنك المركزي الامريكي عم يرفع الفايده نص نقطه تقريبا دغري تخرجوا من الاسواق المشفره والعملات المشفره وراحوا يستثمروا لهونيك لانه في عندهم طمع بالفايده، ولو ما هيك ما كانوا تخرجوا من العملات المشفره.